أنا بعطيك قصة صارت عندنا هنا. جميل. ذكرها لي يعني رجل من الأخوة اللي يشتغلون في السحر والقراءة والرقية وكذا. يوم من الأيام كان جاء مطر شديد جدا. في كل عمارة فيها منور. تعرف المنور هذا؟ وغالبا المنور يصير محل ايش؟ القاذورات، وهذه عروس طايحه، وهذا خشبه، وهذا نعال اكرمك الله، ولا يغسل ولا احد ينظفه، فتتكون فيه القاذورات. فجاء مطر شديد جدا، فلما نزل المطر التصريف حق الماء اغلق، فبدا يطفو هذا الوسخ، يطفو يطفو يطفو. كان فيه شباك المطبخ مفتوح، فخرجت هذه الاوساخ للمطبخ. ودخلت الى المطبخ. فلما أصبح الناس في الصباح بعد ما وقف المطر وكذا، جت المرأة تبغى تنظف بيتها، فلقت كل وساخات المنور عندها في المطبخ. لكن لفت انتباهها خشبة ملفوف عليها بكيس أسود ومربوط بعناية. قالت هذه ما هي طبيعية. أخذتها أعطتها زوجها، الزوج مباشرة أخذها ذهب إلى إمام المسجد وقال هذا وشو؟ قال هذا سحر، واضح انه سحر، عقد عقد وكذا. المهم فكوا السحر وانتهى الموضوع. من هو المسحور؟ ما ندري. هذا اللطف، دبر الله الامور هذه كلها. لعل ذلك المسكين قام في اخر الليل وقال الله. يا رب، فاستجاب الله له الله. فيرسل الله المطر فيسد هذا المنور، ثم تاتي هذه المراه العاقله لان ما رمتها في الزباله، وتاخذه تلفت انتباهها. هذا كله تدبير. ثم يأخذ زوجها هذا السحر إلى الإمام، ثم الإمام يفك السحر، ثم بعد ذلك يشفى ولا يدري من أين أتاه الفرج. الله أكبر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل كان هذا يخطر في بالي أن هؤلاء كل ذولا شغالين له؟ هذا يدفن وهذا يحفر وهذا يفك وهذا يحل. ذلك تدبير الله عز وجل في حياتنا لا يمكن أن يصفه الإنسان أبدا.